الحقيقة الذي لفت انتباهي في هذا القرآن العظيم أن أول مرة ورد فيها ذكر القرآن ارتبط بشهر رمضان. يعني لو قرأنا القرآن من أوله آية آية حتى نصل إلى الآية التي ذكر فيها القرآن نجد هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنا أستطيع أن أستوحي من هذا الربط بين القرآن وبين رمضان أنك أيها الإنسان من أفضل أشهر السنة التي إذا رغبت بالبدء بحفظ القرآن فعليك بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يراجع القرآن في كل رمضان، ونزل عليه القرآن في شهر رمضان، وهذا الشهر الفضيل هو من أفضل أشهر السنة. الشياطين تصفد، الملائكة تنزل وتتجلى على من يقرأ القرآن. هناك ملائكة لله أيها الأحبة تطوف في الكون تتتبع من يقرأ القرآن، من يريد أن يحفظ القرآن، تحفه وتجعل السكينة من حوله. لذلك أيها الأحبة هذه الومضة القرآنية التي سأعيشها معكم كل يوم سأساعدكم على طريقة كيف تحب القرآن أولا قبل أن تحفظه. دققوا معي أيها الأحبة، قبل أن تحفظ القرآن يجب أن تسأل نفسك: كيف أحب القرآن؟ لماذا أحفظ القرآن؟ ما هي فوائد حفظ القرآن؟ ماذا سيحدث في جسدي في حياتي إذا حفظت القرآن؟ التجربة التي خضتها قبل أكثر من 30 عاما أيها الأحبة غيرت حياتي بالكامل، واليوم يجب أن تخوض هذه التجربة لتغير حياتك بالكامل وإلى الأبد إن شاء الله. أول شيء أحبتي في الله، القرآن عبارة عن موسوعة كونية وعلمية ولغوية، موسوعة رائعة جدا تاريخيا جغرافيا، قصص وعبر، موسوعة للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، موسوعة للمعرفة للإطلاع لتطوير الشخصية. حقيقة أحبتي في الله أنا أقول لكم والله إن أكثر شيء بل إن العمل الوحيد الذي غير حياتي بشكل عملي وفعلي هو حفظ القرآن. ما دمت لا تحفظ القرآن لن تتذوق حلاوة هذا الحفظ وفوائد هذا الحفظ. اليوم لدينا قاعدة جوهرية أيها الأحبة، كيف نحب القرآن؟ أنت إذا لم تحب شيء لا تتعلق به. أحدنا عندما يجلس على الموبايل ويتأمل ساعات طويلة لبعض المقاطع الفيديو، ما الذي يجعله يدمن على هذا الموقع، موقع يوتيوب مثلا أو فيسبوك؟ لأن رغبته تلاقت مع ما يجده أمامه معروضا في هذه المواقع. ولكن رغبتنا للأسف أبعدتنا عن القرآن بسبب الضغط الإعلامي وبسبب الحرب على الإسلام. أنت اليوم عندما تفتح أي موقع لا تكاد تجد من يذكرك أو يذكرك بالقرآن العظيم. لذلك يجب أن تعلم نفسك كخطوة أولى كيف تحب هذا القرآن. هذا رقم واحد. رقم اثنين أيها الأحبة، يجب أن تعتقد أن الطريق الوحيد لمعرفة الله هو القرآن، لا يوجد طريق آخر. إذا أردت أن تتعرف على الله يجب أن تحفظ هذا القرآن. رقم ثلاثة، إذا أردت أن تقضي على همومك ومشاكلك وأحزانك وتجد علاجا لهذه المشاكل، القرآن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يضمن لك هذا الأمر. لأنك إذا كنت تتخبط بين شهوات العصر وبين الماديات وبين هذه الأمور التي تعصف بنا اليوم لن تصل إلى نتيجة. لذلك أيها الأحبة يجب أن نتأمل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أترككم اليوم
غدا الومضة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.